بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس العلوم، معكم المعلمة العنود العتيبي، معلمة الصف الأول المتوسط. معنا اليوم معلم لغة الإشارة الدكتور محمد المقيطي. بإذن الله اليوم سنكمل ما بدأناه في الحصص الماضية، والخواص والتغيرات الكيميائية. سنتكلم عن قابلية التغير والخواص الكيميائية الشائعة. دعونا نقوم بحل النشاط المنزلي الذي قمت بطرحه عليكم الحصة الماضية واختر الإجابة الصحيحة. افتح دفتر العلوم وانظر ماذا شاهد، ماذا قمت باختياره. اختر الإجابة الصحيحة. معظم الفلزات لها خاصية التشكل، أي تصبح صفائح رقيقة عند طرقها بمطرقة. هذه الخاصية هل تسمى قابلية الطرق أم قابلية السحب أم قابلية الجذب أو الانجذاب؟ ماذا اخترت؟ أحسنتم، إنها قابلية الطرق. رائع. لنسترجع ماذا تعلمنا؟ تعلمنا الخواص الفيزيائية. أحسنتم. ماذا قلنا عنها؟ أنها تضم كل من، ممتاز، اللون، الشكل، الطول، الكتلة، الحجم والكثافة. رائعين. كم عدد حالات المادة؟ إنها، ممتاز، 4 حالات. هل يمكنك أن تعدها؟ الصلبة، السائلة، أحسنتم، الغازية والبلازما. هل يمكن للمادة أن تتغير من حالة إلى حالة أخرى؟ نعم، أحسنتم، يمكن للمادة أن تتغير من حالة إلى حالة أخرى. أيضا ماذا تكلمنا عنه يا طلابي؟ تكلمنا عن تحدد حالة المادة مقدار طاقة الجسيمات فيها. أحسنتم. ما أهمية الخواص الفيزيائية؟ ما أهمية الخواص الفيزيائية؟ يمكن تصنيف، ممتاز، المواد تبعا لخواصها الفيزيائية. بإذن الله اليوم سنتكلم عن الأهداف تتعرف بعض الخواص الكيميائية للمواد، أيضا تحدد التغيرات الكيميائية، وتصنف المادة تبعا لخواصها الكيميائية. سنتحدث الآن عن الأهمية. تساعد معرفة الخواص الكيميائية على تحديد الفروق بين المواد والتمييز بينها. إذن الخواص الكيميائية عن طريقها أفرق بين المواد وأميز بينها. ماذا أخذنا في الحصص الماضية من المفردات؟ استرجعوا معي. أحسنتم، تكلمنا عن الحرارة، ما هي الحرارة وكيف تنتقل؟ نعم، أحسنتم، صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد عند تلامسهما. اليوم سنتحدث عن الخاصية الكيميائية وأيضا التغير الكيميائي. في الحصة الماضية تكلمنا عن الخاصية الفيزيائية والتغير الفيزيائي، واليوم الخاصية الكيميائية وأيضا التغير الكيميائي. إذن اليوم سنقارن بين هذين الاثنين. تمهيد، تابع الفيديو الآن وتوقع ماذا ينتج بعد احتراق الخشب. ماذا ينتج بعد احتراق الخشب؟ هل شكل الخشب قبل الاحتراق مثل شكله بعد الاحتراق؟ وماذا ينتج بعد الاحتراق؟ إذن سنرى. لماذا لم يحتفظ الخشب بشكله الأصلي؟ هذا هو شكله الأصلي، وانظر ماذا أصبح. لماذا لم يحتفظ بشكله الأصلي؟ ما السبب في ذلك يا طلابي؟ إذن تأمل الجواب. ممتاز، لأنه تحول إلى الرماد. لأنه تحول إلى الرماد. وما هو الرماد يا طلابي؟ فكر وتأمل، ما هو الرماد؟ لنرى، هل حدث تغير في تركيب المادة الأصلي للخشب؟ وهل حدث تغير في خواص الخشب؟ هل الخشب أو ما يسمى لدينا بالحطب هو نفسه بعد الاحتراق؟ وهل نستطيع إعادته لما كان عليه؟ هل حدث تغير؟ نعم، حدث تغير، وتغير في تركيبه الأصلي.
إذا تغير التركيب الأصلي، انظر إلى الصورة هنا وقارنها مع الصورة التي قبل قليل، هل هما نفس الصورتان؟ بالطبع لا، لأنه حدث تغير في تركيبه الأصلي. إذا استنتجنا أن هنا تغير، ولكن ما هو نوع التغير؟ ما هو نوع التغير يا طلابي؟ هل تغيرت خواص الخشب؟ سنجيب بالتأكيد نعم، تغيرت خواص الخشب. هل نستطيع إعادة الخشب كما كان بعد الاحتراق؟ هل نستطيع إعادته كما كان؟ إذن لا نستطيع بالتأكيد. لنرى الآن ما هي الخاصية التي تغيرت ولا نستطيع إعادتها كما كانت. ماذا تسمى هذه الخاصية؟ ماذا تسمى هذه الخاصية؟ ممتاز، إنها الخاصية الكيميائية. إذن ما هي الخاصية الكيميائية؟ ما هي الخاصية الكيميائية؟ حدث تغير في تركيبها الأصلي، إذن نستطيع أن نقول أنها هي الخاصية التي تشير إلى ميل المادة لحدوث تغير في تركيبها الأصلي. بفعل ماذا؟ ماذا حدث للخشب حتى يصبح رماد؟ ممتاز، إنه احترق. إذن بفعل تفاعل كيميائي مما ينتج عنه مادة جديدة. وما المادة الجديدة في حالة الخشب؟ ممتاز، إنها الرماد. إذن لنعيد، الخاصية الكيميائية هي الخاصية التي تشير إلى ميل المادة، ميل المادة لحدوث تغير في تركيبها الأصلي. لابد أن يكون هناك سبب لهذا الحدوث، إنه بفعل تفاعل كيميائي مما ينتج عنه مواد جديدة. إذن قارن بين الخاصية الفيزيائية وتعلمناها في الدرس الماضي والخاصية الكيميائية، ولاحظ الصورتان. الخاصية الفيزيائية ماء صلب تحول إلى ماء سائل، هل تغير تركيب الماء هنا؟ إذن لم يتغير تركيب الماء. ولاحظ هنا الحديد وكيف أصبح بعد الصدى، هل هو نفس الحديد قبل الصدى؟ إذن كيف سنقارن يا طلابي؟ كيف سنقارن؟ سنقول تعريف الخاصية الفيزيائية هي خاصية للمادة يمكن فقط ملاحظتها، مثل الماء الصلب والماء السائل، إذن ألاحظها أو أقيسها، مثل طول القلم، دون إحداث تغيير في تركيبها. لنرى هنا الخاصية الكيميائية ما هي؟ هي الخاصية التي تشير إلى ميل المادة لحدوث تغير في تركيبها الأصلي، مثل الخشب لا نستطيع إعادته كما كان، بفعل تفاعل كيميائي، وفي حالة الخشب بفعل الاحتراق مما ينتج عنه مواد جديدة، وهذه المادة الجديدة هي الرماد. إذن لنتابع المقارنة. هنا في الخاصية الفيزيائية لا يحدث تغير في تركيبها الكيميائي، لا يحدث تغير في تركيب المادة، الماء الصلب هو نفسه الماء السائل، ولكن تغيرت فقط الحالة. لننظر هنا، يحدث تغير في تركيب المادة، الخشب قبل الاحتراق يختلف عن الخشب بعد الاحتراق. أذكر مثال على الخاصية الفيزيائية، إنها رائع الكثافة، وأيضا درجة الانصهار ممتاز، وأيضا اللون، وهناك أمثلة أخرى. لننظر هنا، تكلمنا سابقا عن صدى الحديد وأيضا تفاعل المواد واحتراق الخشب. إذن هذه بنود المقارنة بين الخاصية الفيزيائية والخاصية الكيميائية. في الخاصية الفيزيائية لا يحدث تغير في التركيب، وفي الخاصية الكيميائية يحدث تغير في التركيب. هنا مثال الكثافة، وهنا مثال صدى الحديد. لاحظ هذه الصورة، يقوم المزارعون بأخذ رماد الخشب الذي يحتوي على كربونات البوتاسيوم. رماد الخشب فيه مواد فائدة للزراعة، فتحتوي على كربونات البوتاسيوم، وأيضا تحتوي على كربونات الكالسيوم، وأيضا تحتوي على خامس أكسيد الفوسفور، وأيضا أكسيد المنغنيز. إذن هذه المواد مفيدة للزراعة، وأيضا بالإضافة إلى نسب منخفضة من النحاس والزنك والمنغنيز والحديد والبورون. إذن هذه عناصر مفيدة عند نثر رماد الخشب حول النباتات. ماذا يفعل هذا الرماد؟
إنه يحميها من الآفات الزراعية مثل الخنافس أو الثاقبات. ويتميز رماد الخشب بقلويته العالية جداً، مما يجعله غير مناسب للنباتات المحبة للحموضة مثل البطيخ أو البطاطس. إذن بإمكاننا الاستفادة من الرماد حتى بعد ما ننتهي من حرق الخشب. لنذكر أمثلة الآن. مثال رقم 1، لاحظ هذه السيارة بعض خواص المواد التي يمكن ملاحظتها فقط عند حدوث تغير كيميائي فيها، إنه صدأ الحديد السيارة قبل ليست كما هي بعد حدوث الصدأ. ما حدث هنا إنه بالتفاعل بين الحديد مع الأكسجين، تفاعل الحديد مع الأكسجين أدى إلى إنتاج مادة جديدة تسمى أكسيد الحديد. إذا تفاعل الحديد مع الأكسجين أدى إلى إنتاج مادة جديدة تسمى أكسيد الحديد، إذا هي مادة مختلفة عن الحديد الأصلي. لاحظ هذا الفيديو وانظر، إنه يقوم بحرق المغنيسيوم. إذا احتراق المغنيسيوم في وجود الأكسجين لإنتاج أكسيد المغنيسيوم، إنه يأخذ قطعة من المغنيسيوم ويقوم بإشعالها. لاحظ الضوء الصادر منها والأبخرة منها، وبعد ذلك تحولها إلى الرماد. إذا هنا لدينا أيضا تفاعل كيميائي بين المغنيسيوم في وجود الأكسجين في الهواء الجوي، واستعملنا هنا الاحتراق لعمل هذا التفاعل. ما هي معادلة التفاعل؟ إنها المغنيسيوم، ورمز المغنيسيوم Mg بإذن الله ستتعرف عليه في مراحل مقبلة، ورمز الأكسجين هو O2 سيعطيني MgO2. مثال رقم 2، فوار فيتامين سي. لاحظ الفوار يتفاعل مع الماء والناتج مادة جديدة، إنه تغير كيميائي. لنعيد الفيديو مرة أخرى. لاحظ عند الذوبان ماذا يحدث؟ إنه تفاعل سريع يقوم الفوران في فيتامين سي. حسناً، عندما أقوم بكسر فيتامين سي، هل هذا تغير فيزيائي أم تغير كيميائي؟ فقط الكسر. رائع، إنه تغير فيزيائي، إنما وضعه في داخل الماء هو تغير كيميائي. التغير الكيميائي ما هو؟ هو التغير الذي يحدث في تركيب المادة بسبب خواصها الكيميائية وينتج مادة جديدة. إذن ما هو التغير الكيميائي؟ هو التغير الذي يحدث في تركيب المادة. ما السبب؟ بسبب خواصها الكيميائية. ماذا ينتج يا طلابي؟ هل هو نفس المادة؟ طبعاً لا، تعطيني مادة جديدة. أحسنتم. لنلاحظ هذا المثلث، إنه مثلث الاحتراق. كيف يتم الاحتراق؟ لابد أن يكون هناك مادة قابلة للاشتعال، مثلاً ملابس، أكياس، أوراق وهكذا. إذن مادة قابلة للاشتعال في وجود الأكسجين وأيضاً مصدر حرارة. عند وجود مادة قابلة للاشتعال ووجود مصدر حرارة وفي وجود أيضاً الأكسجين، يكتمل هذا المثلث. عندما يكتمل هذا المثلث يعطيني المادة مختلفة تماماً عن المادة الأصلية. إذن لابد من اكتمال هذا المثلث في حالة الاحتراق. إذن أول خاصية كيميائية شائعة ما هي؟ يتفاعل الأكسجين الموجود في الهواء الجوي في وجود مصدر من الحرارة مع الخشب، فيعطيني مادة جديدة تسمى الرماد. ما المادة القابلة للاشتعال في هذا المثال؟ خشب ومصدر حرارة وأعطاني الرماد. إذن ما المادة القابلة للاشتعال؟ أحسنتم، إنه الخشب مادة قابلة للاشتعال أو يسمى أيضاً الاحتراق. إذن ما هي المادة القابلة للاشتعال في هذا المثال؟ إنه الخشب، مادة قابلة للاحتراق، أو بين قوسين إنه الاشتعال. ماذا تسمى الخاصية الكيميائية هنا؟ مادة قابلة للاشتعال، مادة قابلة للاحتراق. إذن ماذا ممكن أن أسميها؟ ممتاز، إنها تسمى قابلية الاشتعال أو قابلية الاحتراق. إذن هي من خصائص الكيميائية الشائعة، وهي أول خاصية نتحدث عنها اليوم، هي قابلية الاشتعال أو الاحتراق. هل سبق رأيت هذا الرمز؟
هل سبق رأيت هذا الرمز؟ عندما تدخل في المختبر ستجد هذا الرمز موجود. على ماذا يدل هذا الرمز؟ وأحياناً في بعض الأماكن مثل المستشفيات أو في محطات البنزين، ماذا يدل هذا الرمز؟ إنه يدل على أن بعض المواد قابلة للاحتراق، إذن هو يحذرني أنني يجب أن أبقى بعيداً عن الحرارة واللهب. ما السبب في ذلك؟ ممتاز، إنه بسبب قابليتها للاشتعال. إذن هذا الرمز يحذرني أن هناك مواد بإمكانها أن تنفجر أو تحترق أو تشتعل، لذلك لابد أن أكون مبتعد عنها. حسناً يا طلابي، هل جميع المواد قابلة للاشتعال؟ هل كل شيء قابل للاشتعال؟ هل الحجر مثلاً قابل للاشتعال؟ أحسنتم، إذن لا، ليس كل المواد قابلة للاشتعال. من أمثلتها الحجر ليس مادة قابلة للاشتعال. فكر وشارك مع والدتك واسألها هذا السؤال: كيف تقوم بعمل سلطة الفواكه؟ كيف تقوم بعمل سلطة الفواكه؟ واسألها ماذا تضع على الفواكه بعد تقطيعها حتى لا يتغير لونها إلى اللون البني، واللون البني يعني أنها تتأكسد. ما السر في احتفاظ الفواكه بشكلها ولونها وبعد تقطيعها؟ ما السبب في ذلك؟ لماذا لا يتغير لونها إلى اللون البني؟ ماذا تفعل والدتك لكي تصبح السلطة بهذا الشكل الجميل؟ ممتاز، إنه عصير الليمون الحامض. عصير الليمون الحامض يقوم بمنع تفاعل الأكسجين مع الفواكه فتحافظ على لونها وشكلها. إذن عند تقطيعك لسلطة الفواكه قم فقط بوضع عصير الليمون عليها، ستحتفظ بشكلها لا يتغير. سؤال آخر: كيف تحافظ على الورقيات والخضار لأطول فترة ممكنة في الثلاجة ولا تفسد؟ ماذا تفعل؟ ماذا ستفعل؟ اطرح هذا السؤال على والدتك وقل لها: ماذا تفعلين يا أمي حتى تحافظين على الورقيات والخضار لأطول فترة ممكنة؟ إنها تقوم بعزل، ممتاز، بعزل الهواء عن الورقيات والخضار. إذن لابد من استخدام علب مفرغة من الهواء. لماذا علب مفرغة من الهواء؟ ماذا يفعل الهواء في الورقيات؟ لو تتركها في كيس خلال 3 أيام ستفسد، ولكن عند وضعها في العلب المفرغة من الهواء سيمنع تفاعل الهواء معها ولا تتأكسد. إذن هنا العلب البلاستيكية تقاوم التأكسد وتمنع الهواء عن الورقيات فتحافظ عليها لمدة قد تطول إلى 3 أسابيع. الربط مع العلوم والصحة. هناك أبحاث عن الإنزيمات، اكتشف الباحثون إنزيماً في الفواكه يعمل على إعطاء الثمرة اللون البني، وهم يجرون تجارب يحاولون من خلالها إنتاج العنب يحتوي على مستوى قليل من هذا الإنزيم، أي أنهم يحاولون أن يجعلوا العنب يطول فترة طويلة بدون أن يفسد، بحيث لا يتحول العنب إلى اللون البني بسرعة. إذن ماذا يفعلون؟ قم بعمل بحث وانظر ماذا يفعلون. إنهم يقومون بالتالي: تتلف خلايا الفواكه نتيجة القطع أو الاحتكاك، يتم في مزارع العنب تعطيل هذا الإنزيم. هذا الإنزيم يسمى بوليفينول، فيقومون بتعطيله ويتم تغييره، ويقوم المزارعون بذلك لسبب يتجنب الخسائر التي تحدث نتيجة تلف الفواكه. إذن يقومون بتعطيل هذا الإنزيم حتى تطول فترة تواجد العنب في المخازن فلا يفسد بسرعة. تخيل عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أنك تقوم بعمل التالي: ستأخذ سيارة وتقوم بتفكيكها وإلى عدة أجزاء أو عدة قطع، وتقوم بعمل شيء آخر منها مثل قطاعة العشب. تخيل أنك تأخذ السيارة وتعمل منها قطاعة عشب. إذن أنا قمت بإعادة تدوير لها، قمت بإعادة ترتيب لها. هذا الشيء نفسه يحدث في التفاعلات الكيميائية. التفاعلات الكيميائية هي إعادة ترتيب المواد، إعادة ترتيب المواد.
هذا شبيه بما يحدث في أثناء التغير الكيميائي. إذن في التغير الكيميائي يتم إعادة ترتيب المواد والذرات بشكل جديد، فيعطيني مواد جديدة بالضبط مثل ما يحصل في السيارة وقطاعة العشب. إذن أنا قمت بتحويلها فقط إلى شيء آخر. إذن قمت بترتيب المواد أو قمت بترتيب الذرات، هذا يسمى التغير الكيميائي. إذن في التغير الكيميائي يتم إعادة ترتيب الذرات بشكل جديد، فتتكون مواد جديدة. لنرى الآن ونكمل خواص كيميائية شائعة. قلنا في الأولى أنها خاصية الاشتعال. الآن انظر لهذه الصورة، تحدث تفاعلات كيميائية بين بعض المواد وبين أكسجين الهواء الجوي. كيف هي المعادلة ستكتب؟ تكتب أكسجين زائد مادة يعطيني أكسيد المادة. إذن لنطبق كمثال، قلنا أكسجين زائد مادة يعطيني أكسيد المادة. نطبق أكسجين زائد حديد يعطيني أكسيد الحديد. بالصورة انظر، أكسجين زائد حديد يعطيني الصدأ أو أكسيد الحديد. إذن لدينا هنا تفاعل كيميائي وكتبنا المعادلة بشكل لفظي. هل المادة الجديدة هنا تشبه المادة المتفاعلة أساساً؟ هل يوجد تشابه؟ بالتأكيد لا، انظر إلى الصورة إنها تختلف. إذن تختلف في شكلها، هل فقط شكلها؟ إنما أيضاً خواصها، أحسنتم، وأيضاً انظر إلى اللون وقارن، وأيضاً لونها. إذن تختلف في شكلها وخواصها ولونها، أحسنتم. إذن ما هو نوع التغير الذي حدث؟ هل هو فقط تغير فيزيائي مثل ما سبق في الثلج والماء؟ أم ماذا يسمى؟ إنها تغير كيميائي. ما السبب في قولي أنها تغير كيميائي؟ لأنه أعطاني، أحسنتم، مادة جديدة. إذن كيف أقوم بتفادي الصدأ لمثل هذه البوابة؟ ماذا سأفعل حتى لا يحدث صدأ أساساً في المواد الحديدية؟ ماذا سأقوم؟ في الصناعة ماذا يفعلون؟ أحسنتم، يقومون بدهنها بدهان مناسب حتى تعطيني أولاً الشكل الجميل واللون الجميل وتمنع عنها التلف. إذن أكمل الفراغ أعزائي الطلاب. الفواكه عند تقطيعها تتعرض للهواء الجوي ويصبح لونها فكر وجاوب إنه ممتاز، بني اللون. ما السبب؟ أحسنتم، بسبب تفاعلها مع الأكسجين. قارن بين خاتمي الفضة وانظر لي قبل، هذا قديم طبعا وهذا جديد. قارن بين اللون وشكلها، اللمعة، البريق، ماذا ترى؟ قارن بين الاثنين. ما سبب تغير لمعان الفضة؟ لماذا تغير لمعان الفضة؟ لأن الفضة تفاعلت مع مواد في الهواء الجوي فتغير لونها. إذن الفضة، خاتم الفضة لا يبقى كما هو بعد فترة من الزمن، إنما يتغير إلى هذا اللون. تغير لون الفضة وفقد بريقه ولمعانه، هذا ما حدث بالضبط. إذن هل هذا التغير كيميائي أم تغير فيزيائي؟ ممتاز، إنه تغير كيميائي. انظر إلى هنا، قارن بين الإبريقين، هذا إبريق أخضر وهذا إبريق نحاسي. طبعا كلاهما من النحاس أساسا، ولكن لماذا تغير لون النحاس إلى اللون الأخضر وقد كان بهذا اللون؟ ما سبب تغير إبريقي النحاس؟ هذا قديم وهذا جديد، بعد فترة من الزمن الجديد سيصبح لونه أخضر مثل القديم. إذن بسبب تفاعل النحاس مع الأكسجين في الهواء الجوي أدى إلى تغير النحاس وأعطاه اللون الأخضر. إذن قابلية المواد للتفاعل مع الأكسجين أو الكبريت من أمثلة التفاعلات الشائعة ومن خواص الكيميائية. إذن نستنتج أن قابلية الاشتعال أو الاحتراق، أكسدة المواد وتفاعلها مع الأكسجين، هما من الخواص الكيميائية الشائعة. سؤال الآن، لماذا يعطيك الطبيب الفيتامينات وهي في زجاجات بنية اللون؟ ما السبب في أنه يعطيك إياها وهي بنية اللون؟
ماذا يفعل الضوء والحرارة فيها؟ إنه يحدث تغير ممتاز في تركيبها الكيميائي فتؤثر في الخاصية لها. أيضاً الحجر الجيري يتفاعل مع الحرارة وينتج غاز ثاني أكسيد الكربون، لاحظ هنا يتصاعد. كذلك انظر إلى كيف تعمل الكهرباء في إحداث تغير في بعض المواد واستمع. جهاز الفصل الكهربي يتكون ببساطة من قطبين كهربيين، وتوضع الماء في الخلية الكهربية ويتم إضافة هيدروكسيد البوتاسيوم مع الماء. عند توصيل التيار الكهربي تنشطر جزيئات الماء ويتجه الهيدروجين إلى القطب السالب الكاثود، ويتجه الأكسجين إلى القطب الموجب الأنود. إذن شاهدت، اكتب نتيجة تحلل الماء. تحلل الماء إلى يؤدي إلى حصول على غازي الهيدروجين والأكسجين، وهو المكونان الرئيسيان للماء. في هذا المثال ماذا أستفيد من هذا التحلل الكهربائي للماء؟ ماذا أستفيد؟ أستفيد أنه التحلل الكهربائي هو أبسط طرق للحصول على الهيدروجين. وما فائدة الهيدروجين؟ إنه البديل للوقود الحفري، فهو كوقود مستقبلي بإذن الله عن الوقود الحفري. ماذا يحدث للسكر عند تسخينه؟ انظر إلى هذا الفيديو، يتحول إلى اللون البني أو الكراميل الذي يستخدم في صنع الحلويات وله طعم جميل. إذن يتحول اللون السكر إلى البني عند تسخينه. ماذا يحدث عند تفاعل السكر مع حمض الكبريت؟ ماذا يحدث عند تفاعل السكر مع حمض الكبريتيك؟ طبعا هذه التجربة خطيرة جدا، لا تجرى إلا في وجود أستاذك، ولكن انظر ماذا يحدث وماذا يخرج من السكر عند إضافة الكبريتيك إليه. هذه التجربة تسمى بتجربة ثعبان السكر. السبب في ذلك أن شكلها يشبه الثعبان. إذا يتفاعل السكر مع حمض الكبريتيك ويعطيني مادة جديدة رأيت لونها أنها اللون الأسود، وينطلق أيضا غاز سام، وفقط يبقى الكربون والماء. إذا نستنتج أن قابلية الاشتعال أو الاحتراق، أكسدة المواد، تفاعلها مع الأكسجين، أيضا التفاعل مع الحرارة أو الضوء أو الكهرباء أو الأحماض، هذه كلها من الخواص الكيميائية الشائعة. أعزائي الطلاب، بماذا ينصح جراحي طب الأسنان المرضى عند عمل عمليات جراحية للفك؟ كيف تتم عملية التغذية وهو لا يستطيع تحريك الفك؟ مثلا يقومون بخفق السلطة مثلا في خلاط كهربائي ويتناولونها. بعد الخفق هل تغير شكلها أم تغير تركيبها الكيميائي؟ ماذا حدث للسلطة؟ فقط تغير شكلها الخارجي، إنما السلطة بقيت سلطة، لم يحدث لها أي تغير كيميائي. أيضا أمعن النظر في هذه الصورة، هل ترى عدة ثقوب في الكعك؟ ما سبب هذه الثقوب؟ إذا عندما يخبز الكعك تتكون فقاعات، هذه الفقاعات دليل على حدوث التغير الكيميائي وهو وجود الثقوب. إذا أذكر أمثلة أخرى على حدوث التغير الكيميائي، إنتاج حرارة، الضوء، تغير اللون، الرائحة، وحدوث الصوت. اسمع الآن. أي من هذه الدلائل يمكن سماعها أو رؤيتها عند حدوث حرق الخشب؟ عند حدوث حرق الخشب طبعاً جميعها، لأنني رأيت إنتاج حرارة ورأيت ضوء، تغير اللون، هناك رائحة، وحدوث أيضاً صوت. إذا هذه عبارة عن دلائل على حدوث التغير الكيميائي. إذا نستنتج أن هذه الفقرات الخمسة عبارة عن الخواص الكيميائية الشائعة. إذا لنرى الآن أدلة التغير الكيميائي ونعيد، ما هي؟ تغير اللون، الرائحة، حدوث صوت، إنتاج حرارة أو ضوء، وتصاعد في الغازات. إلى هنا أعزائي الطلاب، نشكر لكم حسن استماعكم ودمتم سالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.